السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله راح نكمل في شرح مادة البيوكيمستري، الكيمياء الحيوية، ونكمل اليوم في الشابتر الثالث، شابتر 3، Introduction into Biochemistry. Introduction مقدمة into Biochemistry، مقدمة في الكيمياء الحيوية. بايو حيوي وكيمستري كيمياء، مقدمة في الكيمياء الحيوية. هذا الشابتر بقى مقدمة للكيمياء الحيوية. What is biochemistry؟ أنا سمعت كيمياء حيوية، كيمياء حيوية، إيش يعني كيمياء حيوية؟ ما هي البيوكيمستري؟ ما هي الكيمياء الحيوية؟ حكاية البيوكيمستري، الكيمياء الحيوية، هي chemistry of life. كيمياء حيوية يعني كيمياء الحياة. بيوكيمستري كيمياء حيوية، هي chemistry of life، هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن كيمياء الحياة. البيوكيمستري هي كيمياء الحياة. بايو حيوي، كيمستري كيمياء. بيوكيمستري هي chemistry of life، كيمياء الحياة. طيب ايش يعني؟ احكي انه البيوكيمست، علماء الكيمياء، بيستخدموا الفيزيكال اند كيميكال برينسيبلز، بيستخدموا المبادئ الفيزيائية والكيميائية. ليش؟ تو اكسبلين، عشان يشرحوا البيولوجي. بيولوجي اللي هو علم الاحياء، عشان يشرح علم الاحياء ذا مولكيولار ليفل، على المستوى الجزيئي. يعني بيستخدموا علماء الكيمياء المواصفات والمبادئ الفيزيائية والكيميائية. ليش بيستعملوها؟ عشان يشرحوا البيولوجي. بايو حيوي، أولوجي علم، علم الأحياء على مستوى الجزيئات، والجزيء هو مكون صغير جدا في المادة في الخلية. طيب بيزك برينسبل، في عندك مبادئ أساسية of biochemistry، في عندنا مبادئ أساسية للكيمياء الحيوية are common، هي شائعة ومشتركة to all living organism. يعني هذا all مهمة، all living organism، كل الكائنات الحية لها نفس المبادئ الأساسية من خلال اللي هو البيوكيمستري. فالمبادئ الأساسية للكيمياء الحيوية هي مشتركة، اسمها مبدأ أساسي، مبدأك أنت الأساسي مشترك لكل الكائنات الحية. فالبيزك برينسيبل للبيوكيمستري كومون، مشتركة وشائعة للأول لايفينج أورجانيزم، كل اللايفينج أورجانيزم لها نفس المبادئ الأساسية في الكيمياء الحيوية. How does biochemistry impact you؟ كيف الكيمياء الحيوية تنعكس عليك؟ كيف الكيمياء الحيوية تنعكس عليك؟ هنا بده يجيب لي كيف تنعكس الكيمياء الحيوية عليك، كيف تؤثر الكيمياء الحيوية عليك. من ناحية اللي هو ميديسن في الطب، استخدام الكيمياء الحيوية، agriculture في الزراعة، industrial application التطبيقات الصناعية، و environmental application. فكيف تؤثر الكيمياء الحيوية عليك؟ من خلال الطب والزراعة والصناعة والبيئة. اليوم استخدموا الكيمياء الحيوية في كل شيء، في الطب والزراعة والصناعة والبيئة. تمام؟ تمام، كلام عام لصحة الآن. طيب principle، principle areas of biochemistry، principle area اللي هي بحكي لي principle الأساسي أو مبادئ، area مناطق أو مجالات، المجالات الرئيسية أو الأساسية of biochemistry. ما هي المجالات الأساسية أو الرئيسية للكيمياء الحيوية؟ بحكي إنه structure and function، تركيبة ووظيفة of biological macro، إيش؟ macro molecules، هيكل ووظيفة الجزيئات البيولوجية. فمن إحدى المجالات الرئيسية للكيمياء الحيوية اللي هو بتشوف هيكل ووظيفة الجزيئات الحيوية. الجزيء الحيوي بتطلع على الستركتشر تبعه والفونكشن تبعه. اثنين، من الأماكن الرئيسية أو من المجالات الرئيسية للكيمياء الحيوية كمجال رئيسي في علم الكيمياء الحيوية، الميتابوليزم، الأيض. إيش يعني أيض؟ اللي هو أنابوليك، بناء، وكتابوليك، هدم. هدم وبناء، عملية في الجسم، هدم وبناء، بناء الأنسجة والخلايا وهدم الأشياء الميتة. فهذا يسموه الأيض ميتابوليزم. إيش هو الميتابوليزم؟ هي تعريف الميتابوليزم هي الأنابوليك and كاتابوليك. أنابوليك وكاتابوليك بروسيس، أنابوليك بناء، كاتابوليك هدم. فعمليات الهدم والبناء بيسموها إيش؟ بيسموها ميتابوليزم. عمليات الهدم والبناء في الجسم بيسموها ميتابوليزم. ثلاثة، مولكيولار جينيتيك. مولكيولار جينيتيك، علم الوراثة الجزيئية. How life is replicated،
كيف تتكرر الحياة replicated regulation of protein synthesis تنظيم تخليق البروتين regulation تنظيم تصنيع البروتين فتصنيع البروتينات اللي هو تكرار الحياة وكيف بصير عندك replicated للايف الميتابوليزم تركيبة وظيفة اللي هو الجزيئات الحيوية كل هذا من المجالات الرئيسية للبيوكيمستري ف all of the following من ال principal areas للبيوكيمستري هي ال structure وال function للبيولوجيكال ماكرو مولكيولز الميتابوليزم والمولكيولار جينيتيك المولكيولار جينيتيك origins of biochemistry يعني اساس واصل الكيمياء الحيويه يعني من اصول ها origin اصل اصول اصول الكيمياء الحيويه بيقول لي all challenge to vitalism كل التحدي تشالنج يعني تحديات كل التحديات تمام اللي هي ايش تحدي الحيوي يسموه تحدي من فايتال حيوي فايتاليزم حيويه فقال لي الاوريجينز اوف بايوكيمستري هي جاي اصول علم الكيمياء او اصول الكيمياء الحيويه جاي من تحدي الحيويه في عندنا فيموس ديد بايوكيمست يعني علماء كيمياء مشهورين ماتوا علماء كيمياء مشهورين وماتوا نيجي لاول نظريه اول نقطه نحكي فيها فلسفة رقم واحد ايش هي بيقول انه البيوكيميكالز ايش معنى البيوكيميكالز هاي بيحكي لي انه البيوكيميكالز can only produced by living organism البيوكيميكالز المواد الكيميائية ايش مالها قال لي can only يعني فقط be produced يتم انتاجها فقط من خلال living organism يعني بمعنى تاني لا يمكن انتاج المواد الكيميائية الا عن طريق مين living organism كائنات حية تمام فالفلسفة رقم واحد في علم الكيمياء او في الكيمياء الحيوية بقول لي انه biochemicals الكيماويات الحيوية فقط يتم إنتاجها produced تنتج من خلال living organism هذا did biochemist رقم واحد اللي هو توفى عالم اسمه إيش اسمه العالم هذا اسم هذا العالم فريدريش فولر فريدريش وولر هذا العالم بقول الفلسفة رقم واحد إنه احفظ أنت البيوكيميكالز فقط يتم إنتاجها وانشأها من خلال اللايفنج اورجانيزم وجاب هنا الامونيوم كاينات حطها على الحراره اعطاني يوريا اعطاني ايش اعطاني يوريا هذا فلسفه رقم واحد فلسفه رقم اثنين لعالم ثاني بيقول انه الكومبلكس بايو كونفيرجن اوف كيميكال سبستانس ريكواير لايفنج ماتر بيقول لي انه التحويل الحيوي كومبلكس بايو conversion التحويل الحيوي المعقد لمين للكيميكال سبستانس للمواد الكيماويه بتطلب living matter ماده حيه اذا التحويل الحيوي المعقد للمواد الكيماويه بتطلب living matter اذا الاولى فلسفه رقم واحد ايش بيقول بيقول فيها انه المواد الكيماويه يتم انتاجها فقط من living organism فلسفة رقم اثنين بيقول لي انه الكومبلكس بايو كونفيرجن التحويل المعقد للمواد الكيماوية بيحتاج لايفنج ماتر هذه القاعدة رقم اثنين اللي هو ادوارد بانكر هذا العالم اللي هو الثاني ادوارد بوخين تمام قال لي هذا العالم انه جلوكوز زائد ديد يست يست يعني خميرة جلوكوز مع خميرة ضد كحول جيب جلوكوز حط عليه خميرة بيعطيك الكحول فالكحول وجلوكوز زائد ديد يست خميرة كحول وخميرة جلوكوز وخميرة تاني كحول مين هذا الكلام بيقوله لأنه التحويل المعقد للمواد الكيماوية بتطلب لايفنج ماتر فجلوكوز مع ديد يست بيعطاني كحول هذا مو غلط رقم اثنين طيب هذه يعني اثنين ايضا بيقول نفس الشيء فلسفه رقم اثنين بيقول انه كومبلكس نفسه كومبلكس بايو كونفيرجن اوف كيميكال سبستانس كوير لايف نفس بعيد نفس الصيد المكرر ديد بايو كيمست اللي هو ايميل فيشر يعني هذا انا حاسس انه في غلط لانه نفس الفلسفه هذه نفس الجمله عاده هنا فهنا الثالث هذا العالم الثالث اللي ميت اسمه ايش ايميل فيشر ايميل فيشر اللي هو عالم رقم ثلاثة
في جيب لي هنا لوك اند كي انالوج مفتاح، تمام. هي الماده السبستانس، وفي عندنا انزيم، الانزيم ساعد في التفاعل وفي ادخالها. هي هنا عندنا كي، هي المفتاح، وهنا عندنا انزيم ولوك باب المفتاح. دخل اللي هو الماده المفتاح على الانزيم تبعها، لما دخلها incorrect substance، اذا كانت ماده غلط لازم المفتاح يكون بشب. شوف المفتاح هذا كيف شكله، هذا المفتاح بيختلف. اذا ما دخل مفتاح غلط فش رياكشن، اذا المفتاح صح بكون الرياكشن اوكي. فكل انزيم له تفاعل خاص معين فيه. organization of life، organization of life، organization منظمه، منظمه الحياه، organization of life تنظيم الحياه. بقول انه الاليمنتس العناصر، يعني تركيبة الحياة والتنظيم، في عندنا elements عناصر، في عندنا simple organic compound مركبات بسيطة. هذا كيف بتصير الحياة؟ الحياة عبارة عن ايش؟ أول شيء elements عناصر، بداية الشيء، بداية الإنسان عنصر، تمام؟ عنصر ما عنصر ما عنصر أعطاني ايش؟ simple organic compound مركب عضو بسيط، بسموه ايش؟ monomers، مركب واحد بسيط. جيب مونيمر مع مونيمر، سيمبل كومباوند مع سيمبل كومباوند، اعطاني ماكرو مولكيولار، اشي كبير اللي هو بوليمرز، جزيئات، مش مونيمر واحد، بوليمرز جزيئات. بوليمر مع بوليمر اعطاني سبرا مولكيولار ستراكشر، تركيبة اشي كبير اكبر من هيك. مع بعض اعطوني اورجانيلز، مع بعض اعطوني سيل كونوني خليه، الاورجانيلز اعطوني خليه، والخلايا اعطوني تشو انسجه، والانسجه مع بعض اعطوني اورجانيزم. فهذه هي تكوين الحياه، اول شيء بيبدا عناصر، بعدين عناصر مع عناصر اعطوني مركبات عضويه بسيطه مونيمر، ثم اعطوني بوليمر، ثم البوليمر اعطاني مركب اكبر من هيك، ثم اعطوني عضيات اورجانيلز، العضيات مع بعض اعطوني سيلز خلايا، والخلايا مع بعض اعطوني تشو انسجه، والانسجه اعطتني اورجانيزم. هذا بالترتيب. حفظ بالترتيب مهمين جدا. اول شيء بنبدا بإليمنتس، مجموعه إليمنتس اعطتني مونيمر اللي هو سمبل اورجانيك كومباوند، المونيمرز مع بعض اعطوني بوليمرز اللي هو صار ماكرو مولكيولار، البوليمرز مع بعض اعطاني سوبرا مولكيولار ستراكشر، هذول مع بعض اعطوني اورجانيلز عضيات، العضيات مع بعض اعطوني سيلز خلايا، الخلايا مع بعض كونوا تشوز انسجه، والانسجه في النهايه نسيج ما نسيج اعطاني اورجانيزم كائن حي كامل. هي عندنا هنا قال لي range of size، ها range of size of object study by biochemist and biologist، اللي هو كيف عملوا دراسة. range مجموعة of size من أحجام and object وأشياء، اللي هو study درسوها اللي هو biochemist علماء الأحياء، والبيولوجيست علماء الكيمياء، علماء الكيمياء والأحياء، عالم كيمياء وعالم الأحياء. هي هنا بلش بأول شيء، بلش شوية شوية صغير، بعدين قال لي واحد أنجستروم اللي هو 1/10 نانومتر أنجستروم، فبدأ من هنا. هي سمول مولكيولر اللي هو أتوم، أتوم ذرة، ذرة مع ذرة أعطاك سمول مولكيولر صغير. ابدأ طلع شوية مع ليبيدوبروتين، ها كبر شوية أعطاني ريبوز مع بعض، امشي طلع النيوكلس كون النواة، والنوية صارت خلية، هي السيل خلايا، ها فروج إيج صارت بويضة، بعدين إيج كبيرة بويضة أكبر، ثم لما تجمع في النهاية أعطاني هيومن هاي إنسان. فبلش من تحت وكبر زي ما بلشنا. هي عندنا هنا هذا في الإكس راي بتختلف، هنا تبدأ تكبر شوية شوية، لايت مايكروسكوب بدها أول شيء عشان هذا نشوفها بدها إيش؟ إكس راي ديفريكيشن. بعدين هنا عنا إلكترون مايكروسكوب، مايكروسكوب إلكتروني، بعدين بدنا لايت مايكروسكوب، مايكروسكوب ضوئي، بعدين هنا أنلاند أي بالعين المجردة بتشوفها، بتشوف العين المجردة. نفس القصة هذه لما قلنا القصة كيف فاهم يكون هنا من إليمنت ذرات وبنزل لما يصير أورجانيزم، بس أنا جايب على شكل صورة ومجسم كيف بيصير حجمها من 1/10 نانومتر لما صار 1 متر حجمها، لما صار أكم؟ لما صار 1 متر أو حتى 10 متر صار، هو إنسان وإشي عضو أكبر فأكبر. يعني هذه بس للفهم مش كتير. important compound وfunctional group، هنا important compound مركبات مهمة، وفانكشن جروب وجروبات وظيفيه. في عندنا اورجانيك كومباوند مركبات عضويه، اخذناهم اول شابتر، زي من الكحول
الدهايد، الكيتون، الكاربوكسيليك اسيد، الامين، دول كلهم مركبات عضويه مهمه. في عندنا الفانكشنال جروب زي مين؟ الهيدروكسيل، جروبات يعني وظيفيه، هيدروكسيل، الايسايل، الكربونيل، الكربوليت، هذول كلهم، الثيولز، الامينو، كلهم اخذناهم وين؟ في الشبات السابقه. لينكج بايو كيميكال كومباوند مرتبطين مع بعض، ربطنا الاورجانيك كومباوند مع الفانكشنال جروب، اعطاني ايستر، الايثر، الامايد، هذا كله اخذناه سابقا يعني للفين. Many important biomolecular are polymer. Many important biomolecular. Many important biomolecular اعطاني بوليمر. اعطاني ايش؟ اعطاني بوليمر. فهنا many important العديد من الجزيئات البيومولوكيولار، الجزيئات الحيوية المهمة عبارة عن بوليمر. many important biochemicals العديد من الجزيئات العضوية هي المهمة عبارة عن ايش؟ عن بوليمر. زي مين؟ زي جاب لي عندنا هي المونيمر. هنا المونيمر من اول شيء كان عبارة عن ليبيد، فاتي اسيد، فاتي اسيد، ما فاتي اسيد اعطاني ايش؟ اعطاني فوسفوليبيد. يعني اذا المونيمر هنا هو يعني في الليبيد، لما تعمل ليبيد دهون، المونيمر في الدهون هو الفاتي اسيد. طب فاتي اسيد ما فاتي اسيد ما فاتي اسيد اعطاني ايش؟ بوليمر فوسفوليبيد. فوسفوليبيد ما فوسفوليبيد اعطاني ايش؟ ممبرين، غشاء، هذا كله غشاء من الليبيد. ونرجع للبروتين، ها قال لي العديد من البيوموليكول الجزيئات الحيويه المهمه هم بوليمر، هي بوليمر منها فوسفوليبيد. طب البروتين كيف بتصنع؟ المونيمر في البروتين هو امينو اسيد، حط امينو اسيد مع امينو اسيد بيعطيك بوليمر اللي هو بروتين سب يونت. بروتين سب يونت اللي هو بوليمر مع بوليمر يعطيني بروتين كومبلكس، معقد، بروتين كامل. الكربوهيدرات، المونيمر في الكربوهيدرات هو الجلوكوز، قلنا اي ماده بتتحول لجلوكوز. اما البوليمر هو سليلوز، حط سليلوز مع سليلوز بيعطيني اللي هي السيل وول الخليه. النيوكليك اسيد، المونيمر فيه النيوكليوتايد صغيره، مع بعض اعطاني دي ان اي، دي ان اي كثير اعطاني ايش؟ كروموسوم كامل. فهذولا العديد من البيومولكيولر المهمه هم عباره عن بوليمرز. ها كيف البوليمر هنا؟ الليبيد هي ممبرين اعطاني في النهايه، ها بوليمر فوسفوليبيد، والبروتين هي بروتين، الكربوهيدرات سيلوز، والنيوكليك اسيد هو دي ان اي. فاي ماده جيب كربوهيدرات هي في مثلا جذر خليه، جذر خليه مصنوعه من الكربوهيدرات، لما بدك تكسره بيعطيك في النهايه جلوكوز، او الجلوكوز جمع بيعطيك سيل وول، وهكذا. فالعديد من المركبات البيومولكيولر المهمه عباره عن بوليمر، وهذه فهمنا ايش يعني. في الليبيد ايش المونيمر في الليبيد؟ فاتي اسيد. المونيمر مهم، تعرف مين المونيمر في البروتين؟ امينو اسيد. في الكربوهيدرات الجلوكوز، في النيوكليك اسيد النيوكليوتايد. طب الليبيد مين فيها بوليمر؟ فوسفوليبيد. في البروتين مين فيها بوليمر؟ بروتين سب يونت. في الكربوهيدرات مين فيها بوليمر؟ سيلولوز. النيوكليك اسيد مين فيها بوليمر؟ الدي ان اي. يعني اهم شيء المونيمر والبوليمر اهم شيء يعني نعرفه. هي الليبيد، المونيمر هو الفاتي اسيد، تمام، البوليمر فوسفوليبيد، اما الممبرين في النهايه هي الغشاء كامل اللي بيعطيك اياه، هذا هو. البروتين نفس القصه، المونيمر امينو اسيد، البوليمر، هذا كلام كله قلنا، كله بعيد بعضه. الكربوهيدرات نفس القصه، المونيمر الجلوكوز، هي الجلوكوز، هذا هو مونيمر الجلوكوز، حط جلوكوز مع جلوكوز بيعطيك بوليمر، هذا هو تركيب الجلوكوز في الاصل. فهذولا يعني هنحفظهم لقدام لحالنا مع الشرح ان شاء الله، هتعرف ايش هو البروتين وايش هو الكربوهيدرات، اهم شيء مهم جدا الكربوهيدرات. النيوكليك اسيد نفس القصه، المونيمر هو النيوكليوتايد، البوليمر دي ان اي، وهي جاب لي هنا. وفي الصور ان شاء الله قدام بتطلع اكثر فاكثر. الكومون ثيم، ايش الكومون ثيم هاي؟ الموضوع مشترك، يعني كومون ثيم موضوع مشترك، المونيمرز فورم بوليمر ثرو كوندنسيشنز. المونيمرز فورم بوليمرز، يعني شكل المونيمر هو من خلال البوليمر لكن مكثف. جبنا مونيمر مع مونيمر مع مونيمر، المونيمرز جمع، يعني مش مونيمر واحد، مونيمرز فورم شكلت لي بوليمرز من خلال الكوندنسيشن. ايش يعني كوندنسيشن؟ من خلال اللي هو التكثيف وعمليات حيويه. فالمونيمر مع بعض اعطوني ايش؟ اعطوني بوليمر. البوليمر ار بروكن، بتتكسر بتعطيني ايش؟ تتكسر
بروكن داون ثرو هايدروليس. كيف البوليمر بتحول لمونيمر؟ من خلال الهايدروليس. ايش يعني هايدروليسز؟ من خلال التحلل المائي. فمونيمر مع بعض بعطيك بوليمر. البوليمر هي هنا، هي مونيمر مع بعض من الكوندنسيشن طاني ايش؟ لونج بوليمر. هي مونيمر مونيمر بوليمر، جمعهم مع بعض خلال الكوندنسيشن طاك بوليمر. طب هنا البوليمر هذا كله من خلال الهيدروليز تحليل المائي اعطاني في النهايه مونيمر لحاله. وهي نفس القصه يعني، ببتيد بون كيف بيصير تكسير وتحليل، ان شاء الله بكون اوضح واحلى من خلال لومين، من خلال اللي هو لقدام ان شاء الله. يعني مثلا هنا عندنا جلوكوز مونيمر وجلوكوز مونيمر مع بعض الاثنين اعطاني بوليمر الملتوز، دمجناهم مع بعض. لو بدك تحللهم نفس القصه بعطيك جلوكوز جلوكوز. تمام، هيك شبت تخلص. الله يعطيكم الف عافيه والسلام عليكم.